السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم حرفية طاوش زهرة، تخصص حولي تقليدي. رانا شاركنا احنا وشلة من الحرفيين والحرفيات بمناسبة العيد الوطني للحرفي المصادف في 9 نوفمبر من كل عام. انا شاركنا على مستوى المركز الثقافي مصطفى كاتب وتحت لواء ومن تنظيم غرفة الصناعة التقليدية لولاية الجزائر. نظمت على هذا بمناسبة هذا اليوم الحرفي معرض للحرف التقليدية، والحمد لله كما راكم تشوفوا راه كاين شلة من الحرفيين والحرفيات، كل واحد وصنعته.